السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد في القناة، نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. اليوم جيت باش نقدم لكم واحد تشيز كيك غزال بزاف، واحد المزيج ديال الشوكولاتة والكراميل. شكون اللي ما عزيزش عليه هذا المزيج؟ يعني اكيد كلشي كيعجبو، كلشي كيحمق عليه حيت كيجي معلك وزوين بزاف. اليوم غادي نقدمه لكم بواحد الطريقة بسيطة بزاف، بلا جيلاتين بلا حتى حاجة، بمكونات اللي هما بسيط بزاف وكيجي شاد راسو. يعني ما كنحتاجوش نديرو فيه جيلاتين ولا نديرو فيه شي مكونات اللي هي غاليه وما كتواجدش عندنا في الدار. بطريقه سهله وبسيطه واقتصاديه غادي ديرو تشيز كيك ناجح 100%، بحال اللي تقدروا تشريوه من يعني من الباتيسيريات الكبار. هانتوما تبعوا الفيديو حتى الاخير، كونوا على يقين غادي يعجبكم بزاف. الا كيعجبكم هذا النوع ديال الفيديو، ما تنساوش تخليو ليا لايك وكومونتير واشتراك للقناه اللي مازال ما اشتركش معايا، وما تنساوش تضغطوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. فيديو ان شاء الله غادي يعجبكم، ما تنساوش تكملوا حتى الاخر، فيه نصائح مهمه بزاف بزاف بزاف، واكيد سهله وبسيطه وتشيز كيك تيجي غزال. وممكن ديروه بحال في عيد ميلاد هكا، ممكن تقدموه للضيوف ديالكم، سهل وزوين بزاف. نخليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. اول حاجه غادي ناخذ 150 غرام ديال الشوكولات، من الاحسن يكون من نوع جيد. انا هنايا استعملت اكبير، ما حدنا كنديروا نوع جيد ما حد المذاق كيجي حسن. هنايا خديت 200 سنتيلتر ديال لا كريم فريش، سخنتها مزيان. هي باش غادي ندوب الشوكولات، غادي نصايبو غناش عاديه، كلشي كيعرفها. ما غادي نحركو ما حتى حاجه، غادي نخليوها واحد 3 ديال الدقائق عاد غادي نحركو، غادي نلقاو الشوكولاتة داب. هي الكناش من بعد ما تتوجد كيفاش تتجي، هانتوما شوفو. الا شفتوها ما بغاتش تذوب لكم غير بديك الحراره ديال يعني ديال لا كريم، ردوها لشي كاسرونه وديروها فوق عافيه مهيله لمده ديال 3 دقائق مع التحريك المستمر، حتى تحسوا بها راه داب هنا النص، وعاودوا ردوها. راه غادي تكمل غادي يكمل الشوكولاتة الذوبان ديالو. هانتوما صافي، دابا غادي نغطيها وغادي نخليها تبرد عندي مزيان وندوزو للمرحله الثانيه. بالنسبه للطبقه الاولانيه غادي نحتاجو فيها 200 غرام ديال البسكوي مطحون، ها هو يعني ماشي مطحون يعني رجع غبره، ولكن شي شويه تيكون مهرمش. انايا استعملت هذا بوتي بلي، 200 غرام يعني ما يعادل 5 ديال هاد بيمويات اللي وريتكم، مع 100 غرام ديال الزبده الروميه، ها هي دمدوبه. يعني 200 غرام ديال البسكوي، 100 غرام ديال الزبده الروميه، ومعيقه كبيره ديال الكاكاو. غادي نجيب هذه الزبده يعني معبور داكشي. كيف قلت لكم 200 غرام هي 100، هي 5 ديال البيمويات. غادي نبقاو كنحركو ونزيدو كاكاو على حسب الذوق وعلى حسب داكشي اللي بغينا في اللون. صدقوني كيجي هاد تشيز كيك زوين بزاف، واحد المذاق فيه لمحبي الشوكولاط والكراميل، هادي يعجبهم بزاف. نتوما هكا كيكون على البسكوي، هو ما فازكش بزاف وما ناشفش، يعني 200 غرام مع 100 غرام ديال الزبده كيجيو متوازنين. صافي هكا تيكون عندنا بحال هكا. خديت واحد السيركل يعني فرشت ليه بابي الومنيوم، عاد درتو هو، وحاولت باش ندير بابي الومنيوم من الجناب باش ما يتحرقش ليا في الفران. غادي ندير دابا البسكوي، يعني هنايا عندكم يعني عندكم الاختيار واش ديروه رقيق ولا ديروه طالع ولا يعني كيف ما عجبكم. انا درتو مويان، حاولوا نقادوا السطح مزيان. من بعد غادي نجيب واحد الكاس وغادي نوضقو به، ضروري من هاد العملية. هانتوما
صافي باش يتقاد لينا السطح يجي مقاد مستوي. صافي غادي نحطو دابا على جنب على ما تبدل لينا الكناش ونكملو الخدمه. بالنسبه للطبقه اللي غادي نحتاجو مع الكناش غادي نحتاجو جوج ديال البيضات، هذا ديال الكيري، ممكن الا ما كانش عندكم كيري ديروا غير مثلا ما كانش عندكم هذا اللي مقاد ديروا غير داك المربع ولا ديروا جبلي، مهم اي جبن ديال الدهن ممكن تستعملوا، ما زعما ماشي ترتبطوا بواحد، مهم 190 غرام، معلقه ديال الدقيق العبار، فانيا هنايا كاضافه يعني هذا ماشي ملزوم، هاد لاغوم ديال الشوكولات غير باش يضيف لينا نكهه يعني اكثر ديال الشوكولات، الا ما كانش راه ماشي مشكل. غادي نحطو جوج ديال البيضات غادي نطلبوهم مع واحد جوج معلقه تاع سنيده، غير شي شويه حيت راه باقي بغينا نديرو الكراميل راه حلو. غادي نزيدو معلقه ديال الدقيق ونطربو كلشي مزيان، عاد نديرو الجبن في الاخر. من بعد ما طربناه مزيان غادي نزيدو هاد الجبنين، سمحوا لي زعما كيري، كيف قلت لكم ممكن تستعملوا جبلي يعني اي جبن نتوما باغيين لو. غادي نخلط ثاني كلشي مزيان، من بعد غادي نزيدو شويه ديال لاغوم تاع الشوكولات نتوما و فانيا و عاد نخلطو كلشي مزيان. غادي ندوزو دابا نطربو الكناش اللي تتكون بردات مزيان، شوفو كيفاش تتولي بارده ضروري من هاد المرحله، وغادي نطربوها مزيان. من بعد غادي نزيد شويه الشوكولات الكناش على الخليط وكنحرك، صدقوني كتعطي واحد المذاق زوين هذا المزيج ديال الشوكولات الجبن، واحد المذاق ما نعاودش لكم كيفاش داير. بعدين كنضيفو كلشي، وبالخصوص الا كان عندنا الشوكولات من نوع جيد يعني ما حدكم كتزيدوا في النوعيه ديال الشوكولات ما حد هويا كتجي زوينه بزاف. كناخدو السيركل اللي كنا وجدنا من قبيله نزيدو عليه هاد لاباغاي، وغادي ندخلو الفرن على سمحوا لي على درجه 180 من الفوق ومن التحت، التحت غير واحد 3 ديال الدقائق 4 ديال الدقائق غادي نطفيو غير تيسخن لينا الفرن مزيان، وغادي نخليوه هكا طيب حتى نديرو الموس. الا هو خرج لينا باقي باقي سائل راه باقي ما طابش، الا خرج لينا ناشف راه لاباغي ديالتنا راه طابت ولات موجوده. من بعد ما خرج هاد الشيز كيك من الفرن خليته حتى برد وديموليتو، خليته في هاد الكارطونه ديالو نيت. هنايا غادي نشد نيس لي كراميل، ها هو تا هو صنع منزلي، غادي نخلي لكم ديال الرابط ديالو اسفل الفيديو، ها نتوما كيف ما كيبان لكم بحال ديال الزنقه ناجح وكيطلع بثلاثه ديال الدراهم، ها نتوما ها نتوما شوفوا الفرق، ناجح ناجح بحال ديال الزنقه. هنايا اختياري ممكن نزيدوه ممكن ما نزيدوهش، غادي نضيف بشويه بشويه انا بغيت يجيني طايح من الجناب بحال الدميعات بحال كيقطر من الجناب.
هكاك انا هادشي ديالو تما بحال هكا صافي. وغادي ندير بحال هكا نهبطو غير شويه بحال هكا ندفعو باش يهبط غير باش يبان دوك القطيرات طايحين كيجو كيشهيو انا هكا تشهيتو انتما بحال هكا نتمنى ان شاء الله تكون الطريقه موضحه لكم في الفيديو. ها هي الحلوه من بعد ما تتوجد شوفوا كيفاش تجي زوينه بزاف كيجي فيها هاد الشكل هكا هانتوما شوفوا كيفاش تجي معلكه كيجي داك الكراميل دايب عليها تيقوني هادشي كيك سهل وزوين بزاف نتمنى ان شاء الله تجربوه. انا قطعت لكم طريف باش تشوفوا كيفاش تجي نتوما بسم الله كيجي شاد راسو زوين داك البسكويت هو تيجي شاد هانتوما شوفوا لاباري الثانيه نتوما شوفوا كيفاش قاصحه يعني ما يعني ما خفيفه ما والو بلا جيلاتين بلا حتى حاجه وكتجي قاصحه. انا غادي ندوق معكم هنايا نعطيكم رايي بسم الله بدون تعليق والله العظيم الا بدون تعليق يعني بالحلوف كاع جات زوينه بزاف زوينه نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير وتخليوا لي الاراء ديالكم وجربوها وقولوا لي كيفاش جاتكم نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتتحمل لكم وجهكم قدام الضياف ديالكم وقدام عائلتكم. شكرا على المتابعه ديالكم شكرا على لي كومونتير ديالكم الزوينين الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله بسلامه.